وسط أجواء يسودها الحماس والتنافس الكبيرين بين اللاعبين، بشرت عناصر شباب بلوز ذات تربصات تحضيري في مدينة إفران المغربية التي ترتفع بحوالي 1600 متر عن سطح البحر. وفرت إدارة الشباب بقيادة رئيس مالك كل الظروف اللازمة ليعمل الفريق في أجواء تتلائم مع شهر الصيام، لا سيما من حيث الوجبات المقدمة للاعبين. وكان المدرب زفونكا قد تحدث عبر ميكروفون قناة الهدف التي رافقت الفريق إلى المملكة المغربية عن ظروف التربص، وقال أن البرنامج المسطر سيكون صعبا على اللاعبين في البداية لكنهم سيتعودون عليه مع مرور الوقت. من جهته أكد الرئيس مالك على توفير كل الظروف العمل راميا الكرة في مرمى اللاعبين والطاقم الفني الذين طالبهم ببذل مجهودات كبيرة لتقديم موسم يليق بتطلعات أنصار شباب بلوزداد. وقد عاشت قناة الهداف جزءا من الأجواء الأخوية والعائلية التي تسود الفريق، ورغم تجديد دم الشباب بنسبة فاقت 80% بعد استقدام 16 لاعبا جديدا، إلا أن الأجواء التي وقفنا عليها خلال تناول وجبة الإفطار تؤكد اندماج الجدد بسرعة، لا سيما أن أغلبهم يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد بحكم اللعب لعدة مواسم في الرابطة الأولى. كما عبر نكومو عن ارتياحه للأجواء التي تسود الفريق.